نعم، والحديث ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس لجنة التخطيط والتنمية في المجلس المحلي بالخوخة سالم عليان، مرحبا بك. مرحبا بك. نعم، كما تحدث الأستاذ وليد القدمي بأنه تم تسليم مواقع طبعا لبناء المراكز المجتمعية، ما هي هذه المراكز وأين تقع على وجه التحديد؟ أعطينا تفاصيل أكثر. اولا في البدايه نرحب بقناه اللي من اليوم اخي. مرحبا. وبالنسبه للمفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين، تم الالتقاء بالسلطه المحليه في مديريه الخوخه، التقينا بهم وسلمناهم بعض المواقع لاقامه مراكز مجتمعيه في المديريه. اين المواقع هذا؟ في مديريه الخوخه سلمنا مديريه الخوخه. نعم، معك في الجشه، معك في القطابه، معك في ابو زهر. ونتطلع نحن في السلطة المحلية أن تقدم هذه المراكز إن شاء الله متى تم البناء خدماتها للنازحين والمجتمع المضيف على حد سواء. نعم، هل لديكم فترة زمنية حتى تستكمل البناء؟ وأيضا حدثنا عن الأهداف المرجو تم طبعا تنفيذها في حال تم بناء هذه المراكز. بالتأكيد هذه المراكز حسب ما اطلعنا من الإخوة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، نعم، أنها ستقدم خدماتها للنازحين والمجتمع المضيف على حد سواء، بحيث أن الإخوة النازحين في المستقبل نتطلع أن يعتمدوا على أنفسهم من خلال اكتساب مهارات ومهن حرفية تعمل على رفع معاناتهم والتخفيف من حدة الفقر والمجاعة التي يعيشها الشعب اليمني على حد سواء بسبب ما يتعرض له، خاصة في الساحل الغربي أخي. نعم. ما يتعرض له النازحين من مخاطر كبيرة جراء الإجرام الحوثي في بلادنا. نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة التخطيط والتنمية في المجلس المحلي بالخوخة سالم عليا، شكرا جزيلا لك.